مره تانيه برحب بيكم مشاهدي الكرام. احنا دلوقتي مش هنعمل لقاء ومش هنعمل حوار، هي جلسه بين اهالينا وبين اخواتنا وبين يعني ناس هم من الاساس زي ما بيقولوا كده هم الابطال في المشهد او في الموضوع كله، اللي هو ايه؟ اللي هو الزراعه المصريه. بطلع مين؟ بطلع الفلاح. ولما يجي يتكلم ويقول هو عايز ايه لازم كلنا نسمع ولازم كلنا ننصت ولازم يعني ايه ما يعني نديله براحه قوي في ان هو يتكلم. عشان كده انا في اللقاء ده مش هتكلم كتير، هسيبهم بس هم اللي يتكلموا. ضيوفنا الكرام طبعا الحاج هاشم فرج رئيس اتحاد صغار المزارعين، برحب بيك يا حاج هاشم. اهلا وسهلا دكتور، او عفوا استاذ دخير حسن علي نائب رئيس اتحاد صغار المزارعين، برحب بيك. اهلا وسهلا، مشرفينا منورينا. وهتتكلموا وانا مش هتكلم، ودا عهد اهو مني اهو ليكم. بس الاول قبل ما نعمل اي حاجه هنشوف تقرير ونرجع لكم مره ثانيه. فلاح العائد بتاعه هو من الارض، وما بيكبر في السن معتمد على مجهوده طبعا، فبتحتاج معاش مثلا، معاشات، بنحتاج تامين صحي ومعاش، هو ده اقل شيء. الادويه يعني، وحضرتك والتامين الصحي يعني. دلوقتي حضرتك انا مرقد، دلوقتي انا مرقد يعني، هبطل مش هلاقي اكل، مفيش حاجه يعني استعين بها ولا تامين ولا اي حاجه خالص. عايزين معاشات او تامين صحي حتى اقل حاجه، عشان كده الفلاح ده يعني صعد ما بيكبر وفي السن خلاص، وما فيش عائد له تاني بعد كده. رجعنا لكم تاني كل مشاهدينا الكرام، ورجعنا طبعا لضيوفنا الاعزاء الحاج هاشم فرج رئيس اتحاد صغار المزارعين، والحاج دخير حسن علي نائب رئيس اتحاد صغار المزارعين. نبدا نبتدي بقى بالرئيس. ماشي يا فندم، اتفضل يا حاج. طبعا انا بحيي قناه مصر الزراعيه، وبحيي المقيمين عليا والساده المشاهدين وحضرتك. الله يخليك. وببارك للسيد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعه، لان هو اللي عايش معانا من قبل ذلك، وحاسس بموضوع الفلاحين ومشاكلهم، واحنا فرحنا بيه جدا لما هو اللي جه، لان راجل فلاح وبيلبس الجلابيه في بلده، وشفناه على شاشه التلفزيون وبنقول له الف مبروك، بس عايزين تقف بجوار الفلاح. انا عندي اقتراح، ويمكن كصفه رئيس الاتحاد صغار المزارعين على مستوى الدوله، ان احنا نعمل مسح الاراضي الزراعيه الصمراء على مستوى الدوله. تقوم لجنه من المساحه مع دلال المساحة لكل جمعية أو كل بنك، يمروا على جميع الأراضي. أنا ليا فدان يبقى فدان، خمسة يبقى خمسة طبعا. وبعد ذلك طبعا فلاحين بيروحوا يدوا للمرشد المشرف الزراعي رشوة، بدل الفدان بيعملوا خمسة. في ناس مواطنين مش فلاحين بيروح للمرشرف الجمعية بيدوا له 1000 جنيه بالعربي في الأيام القادمة المشي اللي مشيت الماضية، بيعمل له حيازة 10 أفدنة، فطبعا بياخد نصيب الغير. فاحنا عايزين نحدد الاراضي الزراعيه الصمراء، ونعمل بطاقه ذكيه مثل التومين، العيش والخبز. يبقى كل واحد يعرف عنده فدان يصرف الفدان، ويتعمل مكنه ذكيه، بطاقه ذكيه ومكنه يضرب عليها، نمنع سوق السوداء، لان التهريبات دي كلها بتروح السوق السوداء. النهارده الشيكاره في السوق السوداء ب 200 جنيه. احنا عايزين توسيع المصانع ابو قير والدلتا، يبقى مصنع واثنين وثلاثه واربعه، عشان نصرف للفدان 4 شكاير صيفي واربع نيلي واربع شتوي. ونمنع سوق السوداء، يبقى كده منعنا سوق السوداء ومنعنا الحيزات الوهميه، وكترنا السماد برضو في الايه في المكان. والبنك وطبعا البنك يصرف لكل احد، والجمعيه التعاونيه. هنا عايز بنطالب برضو بوزير الزراعه يقوم لجنه، تقوم لجنه من مركز زراعي، المركز البحوث الزراعي، يمر على المبيدات الحشريه اللي في المحلات. المحل اللي يلقى عنده مبيد مسرطن يقفله. المفروض المبيدات الحشريه تبقى في الجمعيه.
والماكينه الزراعيه في الجمعيه والتقوي في الجمعيه وكل ما يلزم الفلاح في الجمعيه، ومشرف الجمعيه يقف بجوار الفلاح ويقول له شو ترش ازاي، لان نوبه الحشره دي ممكن يقضي على الفلاح ويقضي على المواطن. فاحنا برضو بنطالب بالتامين الصحي للفلاح زي ما قال الاخ في التقرير، بنطالب بمعاش للشيخوخه اللي الراجل ما عندوش اي ارض عامل يوميا وتعب حتى لو عنده 30 سنه ياخد معاش زي ما الحكومه تحدده. نعم. المعاش الضمان الاجتماعي الناس بيروحوا يعملوا معاش على 65 سنه، فاحنا بنطالب الجمهوريه او الدوله بان المعاش على 60 وليس 65، لان العمر فيه ايه يعني؟ من يدول على 60 يفرح بالخمس سنين دول. صح. طيب حاج ده خير اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وزير الزراعه الجديد، احنا يعني جينا هنا الوزاره كتير، كان هو الوحيد اللي الراجل بيستقبلنا وكان يعني ايده في ايدينا وكان بيدينا النصيحه ويعني قريب من الفلاح، فده من حسن حظنا الحمد لله ان ربنا اكرمنا ومسك وزاره الزراعه. نعم. الحته الثانيه بالنسبه لموضوع الحيازات الوهميه دي، احنا بننادي بيه كتير خالص على اساس ان في حيازات وهميه كتيره، دي بتكلف الدوله كتير بالنسبه للسماد، بياخدوا سماد عليها مدعم من الدوله وبيبيعوه وهم ما عندهمش اراضي اساسا. ولكن احنا عايزين فعلا زي ما قال الحاج هاشم لجنه تنزل وتحصر الارض على الطبيعه، لان احنا عندنا الانتاج بالنسبه للاسمده كتير، الدوله بتزيد في كميه الانتاج بتاع لما بتزيد زاد الانتاج وبتقل المساحه الزراعيه، يبقى المفروض السماد يكون بوفره ويكفي. لا، الفدان دلوقتي بياخد يمكن الربع، ما بيكملش. فدي طبعا بتعمل مشكله. احنا لو حصرنا الاراضي دي وناخد على الطبيعه اللي هو موجود، يبقى اذا هتتحل المشكله وهيتوفر السماد. وهو وزاره الزراعه دلوقتي يمكن انا شفت كذا حاجه هي بدا فيها كويس، بدايه حلوه، ان هم بيخلوا بينبهوا على ان مستاجرين الارض يبلغوا عن نفسهم وياخدوا هم، يبقى هيدوا السماد للمزارع الفعلي للارض، ودي حاجه ايجابيه خالص بحيث ان يمنعوا تداول او استغلال صاحب الملك بالنسبه للايه؟ للسماد. فطبعا دي من ضمن الايجابيات، يعني الواحد حاسس ان وزاره الزراعه بدات تتحرك فعلا وتقف على الطريق الصحيح بالنسبه للفلاح. اما بالنسبه لمشكله الميه، عندنا مشاكل الميه دي كتيره خالص، يعني يا ريت يعني العاملين في الري يعني يكلفوا نفسهم شويه ويبداوا يتحركوا ويطلعوا من المكاتب او من الاماكن اللي هم قاعدين فيها ويطلعوا ينزلوا على ارض الواقع. لو نزلوا وشافوا المغذيات ماشيه ازاي، العطلان يصلحوه ويبلغوا عنه، يعطي، لان دي يعني انسان ماسك وظيفه او ماسك عمل فهو بيخدم لبلده وبيخدم يعني زي الجندي اللي على الجبهه بالظبط. المفروض يعني ما يتراخاش في العمل في تقديم اي شيء لبلده. الحته الثانيه ان احنا عايزين المرشد الزراعي، مرشد الزراعي ده منعدم نهائي، بقول لسياده الوزير المرشدين الزراعيين دول لهم دور مهم جدا جدا جدا، وهم اللي هينجحوا لك الزراعه في مصر. لان دول كانوا بيروحوا للفلاح يقعدوا معاه يتابعوه ويعرفوه الاساليب الحديثه بالنسبه للزراعه، التغيرات، لان الفلاح يعني اغلب الاحيان يمكن ما بيشوفش تلفزيون، بيطلع من الصبح خالص من الفجر يطلع على الغيط هو ومراته واولاده ويرجعوا على اخر النهار، بيبقى مستهلك تماما في العمل، يوم كله عمل. نعم. بيتشطف ويصلي ويتعشى وينام. ده طبيعته، ويصحى تاني يوم الفجر هكذا. مرشد الزراعي بقى بيروح له الغيط بتاعته وبيقعد معاه وبيبدا يفهمه، لا هنعمل كذا النهارده، هنعمل مش عارف ايه، لا دي غلط دي صح، بيبقى بيفهمه الاساليب الحديثه. وغصب عنه، غصب عنه الفلاح. يعني ما نعتمدش الاعتماد الكلي على التلفزيون، لان في ناس ما بتوصلهاش. صح. أو كنت لسه هسالك حاج ده خير، ان احنا بنقدم رساله للفلاح وكل الحاجات دي كلها، بس ده لا يمنع ان لازم يكون في حد يتفاعل مع الفلاح، يعني يقف كده في الغيط يقول له اللي انت عملته ده صح، انت شخصيا لما عملت كذا ده كان صح. احنا بنقدم رساله عامه. أكيد طبعا. بيأكد ان لازم نحتاج ان احنا أكيد. هو نعظم دور المرشد، ده شيء مهم جدا جدا، لازم ينزل للفلاح. لان والله الفلاح لو احنا اعتنينا بيه لا هنستورد حاجه من بره ولا يعني هنحتاج لاي حد. الفلاح المصري ذو خبره عاليه
جدا ما وصل لهاش اي عالم بالرغم ان هو لا يوجد القراءه والكتاب، ولكن خبره كبيره في العلم وفي مجال الزراعه. الفلاح المصري اهمل الزراعه بسبب اهمال وزاره الزراعه والمرشدين الزراعيين لوضعه ولاهميته. هو فقد المصداقيه. في الاول كانت وزاره الزراعه، كانت الجمعيه الزراعيه هي بيت الفلاح، كان بيحتاج لها بيروح لها، ما معاش فلوس بيدوا له المبيدات، ما معاش فلوس بيحرطوا له الارض، ما معاش فلوس بيدوا له البذور، وفي النهايه فالمحصول وهم بيتابعوا بقى مع المرشدين الزراعيين وكده، في النهايه بيخصموا منه، فيه مثلا المحصول ما جابش بيقسطوا له عليه، يبقى اذا دي بياخده بايده، يبقى حاسس ان الارض دي بتديله. نعم. لان هو الارض بيعتبرها الفلاح كان بيعتبرها عرضه، استحاله يفرط فيها. طيب. او استحاله انه يسيبها. هاخد من كلامك الحاج دخير لحاج بقى هاشم. حاج هاشم، الجمعيات الزراعيه الدور بتاعها انتوا راضيين عنه؟ الجمعيات الزراعيه المفروض يتحل مجالس الاداره بتاعتها وتشكل من جديد، لان في اعضاء بقالهم اربع دورات وخمس دورات. فاحنا عايزين انتخابات للجمعيات التعاونيه وتحل مجالس الاداره الايه؟ الجمعيات التعاونيه، لان كله بيشتكي. لان الجمعيات التعاونيه الزراعيه على مستوى الدوله فساد. وانا قلت اكثر من كذا مره. بالنسبه لبنك التنميه والاتمام الزراعي، انا بواجه سؤالي وبناشد المهندس عطيه سالم ينفذ الخصم الفوائد على الفلاح المتعسر وغير المتعسر. هو طلع قرار في نسبه 80% و90% خصم من الفوائد، فاحنا بنقول له ايه؟ اقسم الفوائد، والمتعسر اللي واخد 10,000 جنيه مستعد يدفع، بس ارجوك ادي قرار جديد ويتعلق على بنوك، لان انا جبت قرار من بنك و10 ما فيهمش ووزعتهم على جميع البنوك على مستوى مصر. يعني بنك واحد بس ولا بينفذ القرار ده؟ عندنا بنك والفروع الثانيه وهي 10 ما فيهمش، ما عندهمش علم اساسا. عايزين كل بنك يعلق القرار اللي عامله المهندس ايه رئيس مجلس اداره المهندس عطيه سالم، عشان الناس مستعده تدفع. طبعا بتوع البنك يقول لك ايه ده، ما فيش حاجه حصلت، عشان ده طبعا الفوائد والحوافز وطبيعه العمل، مش عايزين حد ايه، عايزين كله يدير عشان ايه في الربح الاخر لهم. طبعا عايزين بنطالب برضو السيد وزير الزراعه بتوزيع الأراضي الصحراوية على حسب المادة 29 من الدستور لشباب الخارجين وصغار المزارعين، لأن صغار المزارعين النهاردة بتمثل 45% من الشعب المصري. اللي هو إيه بقى؟ اللي هو عنده خمس أفدينة، عنده أقل من خمس أفدينة، عنده فدان، عنده نصف فدان، حتى لو ست أريض، أو عامل يومية أو مؤجر، دي يعتبر من صغار المزارعين، ودي منظومة تمثل 45% من الشعب المصري. وإحنا بنطالب توزيع الأراضي الصحراوية، عندنا وادي الجديد، عندنا وادي النطرون، عندنا جنوب العياط، عندنا لحد أسيوط، من جنوب العياط لحد أسيوط، عندنا الوحاد البحرية، عندنا سيناء. فالناس دي صغار المزارعين دول اتضروا في قانون 92 سنة 96 لما الرئيس السابق محمد حسني مبارك قال لك اللي في أرض يطلع منها، فأصبح النهارده المالك بيتحكم في صغار المزارعين. طبعا الكيماوي على ما قال الأستاذ دخير إن المالك بيبيع الكيماوي الكيماوي للزرع والمستأجر وليس لصاحب الملك. فعايزين برضو قرار جريء من وزير الزراعة بهذا التنفيذ. نعم. كلام مهم قوي حاجة دخير. في تفاصيل أخرى، يعني في حاجات تانية. حضرتك حاجة بالنسبة لموضوع بنك التنمية والائتمان الزراعي. بنك التنمية دلوقتي هو بيحاسب الفلاح وحاطط الفلاح قدامه إن هو متهم. الفلاح ما أخطأش لما هو تعثر عن دفع القروض اللي هو ايه اللي هو خدها او الاقساط اللي عليه. يعني ايه ما اخطاش؟ هقول لحضرتك ان عندك بنك التنميه هو اللي ضل للفلاح، ما ادالوش الحقيقه بالنسبه للقرض اللي هو جاي ياخده. الفلاح دلوقتي بياخد قرض عشان يجوز ابنه يبني بيته. واخد بال حضرتك؟ دي الحقيقه اللي حاصله. هم طبعا بيعملوا القرض مثلا تربيه مواشي، منحل، مش عارف ايه. هو لو عمل المشروع ده اللي من اجله خد القرض هيكسب وهيسد ويقدر يسد، انما هو دلوقتي ما ساعده الموظف اللي هو بتاع بنك التنميه ساعد الفلاح، والفلاح ما يعرفش حاجه. امضي بكره هجيب لك الفلوس، عطاله الفلوس وهو ماضي على ان هو واخد قرض ان هو يعمل ايه؟ يعمل مزرعه، يعمل. انما ما فيش الحقيقه، ما فيهاش الكلام ده. فبالتالي هو بيتجوز ابنه خلاص. يجي يسد مش عارف يسد، هياكله منين ويعمل منين والاسره بتكتر، يعني هم السبب. فاحنا مش عايزين نجيب اللوم كله على الفلاح. لا،
هو بنك التنمية شريك معاه في هذا الخطأ، بعدم انه ما ادالوش المعلومة. انت على فكرة هتاخد ده هتسدد كذا، لان انت واخده على اساس انت تعمل بيه المشروع. انا عنديش علم ولا عندي خلفية، فهميني لما اجي اخد حاجة ولا اتكلم في حاجة عرفوني. يعني بلاش انك انت تستغل طيبة الفلاح وبسطته وان هو محتاج القرش وياخد وهو مش داري بكرة ايه اللي هيحصل. طب بصوا، انتوا بتكلموا في دايرة كلها على بعضها متصلة ببعض. يعني لما الحاج هاشم قال احنا محتاجين ان الفلاح يكون المعاش بتاعه اولا طبعا هو يكون له معاش محترم، وان يكون من سنة 60 مش سنة 65. حاجة زي دي ممكن انها الى حد ما بمرور الوقت انها تحل مشكلة هذا التعامل الخاطئ ما بين الفلاح والبنك، لان لو الفلاح عنده معاش محترم ولو رعية جزئية السن دي ممكن هو ما ياخدش كارد بقى اساسا، مش كده برضو حاجة طبعا هاشم؟ في حاجة تانية يا استاذة، بالنسبة للمحصول الاستراتيجي زي القمح والذرة والقطن مثلا، المفروض يعلنوا قبل ما المحصول يطلع بشهر او بعشرين يوم. ليه بقى السنة دي حصل ايه بقى في القمح؟ الحبايه الرفيعه الفلاح باعها ب 1400 جنيه. التاجر خدها ب 1400. الحبايه العريضه طبعا اتباعت ب 1600 جنيه. جت الحكومه راحت منزله تسعيره ب 2050 جنيه للحبايه العريضه و 1600 جنيه للحبايه الرفيعه. طبعا الرفيعه بتقعد في الشهر في السنه ثلاث اربع شهور. اما العريضه بتقعد خمسه وسته. فالحكومه راحت مطلع السعر بعد ما التاجر لم المحصول من الفلاح. اصبح النهارده التاجر بيخرج التلتين مع الفلاح مكسب. فانا بقول بناشد الدوله ووزير الزراعه بان المحاصيل الاستراتيجيه اللي تطلع خلال اسبوع ينزل لها تسعيره عشان ويطلع بتسعيره حلوه يقوم ايه تعود على الفلاح بربح هامش. دي برضو عايزينها. تمام. طب ده بس للمحاصيل الاستراتيجية؟ يعني الخضار والطماطم دي عرض وطلب، ملهاش تسعير، عرض وطلب. اما المحاصيل الاستراتيجية هي المفروض يتحدد لها سعر. تمام. احنا عايزين الدورة الزراعية ترجع تاني. الدورة الزراعية دي بتنظمها وزارة الزراعة، وبتتنظم مجموعة الأفدنة دي يزرعوا مثلا قمح، المجموعة دي يبقى السنة الجاية دي تزرع مش عارف ايه، يعني بتتنوع المحاصيل، ما يسيبوش الفلاح يزرع يعني ارتجالي كل واحد مع نفسه. واخد بال حضرتك؟ في راحة كانوا بيدوها للأراضي الزراعية كانت بترتاح، دي كانت بتزيد من كمية الإنتاج ثاني سنة. فلما الزراعة بتتدخل بالأساليب العلمية وبتبقى إيدها في إيد الفلاح الأمور بتبقى ماشية، هيبقى في إنتاج. بعدين احنا مش عايزين نركز، يعني احنا عايزين على باقي الأراضي اللي هي موجودة حاليا في الدلتا. الأراضي اللي هي الخصبة دي الطينية اللي هي موجودة على ضفتي نهر النيل دي نعتني بيها جامد، اللي مش هنحتاج حاجة والله. الأمور هتبقى ماشية فين. طب سريعا عايزك تقول لي رأيك في صندوق الكوارث، هل أنتم محتاجين بالفعل أن يبقى عندنا صندوق كوارث للحاجات الغريبة؟ إحنا لسه من قبل ما كنتم موجودين من شوية كنا بنتكلم مع الدكتور محمد فهيم عن التغيرات المناخية، كل يوم الدنيا بتتغير، فبالتالي ممكن تحصل كارثة في محصول مثلا لا قدر الله عند اي حد. رايك ايه حاج ده خير؟ وايضا كمان هسمع الحاج هاشم سريعا. اتفضل. هو صندوق الكوارث ده مهم جدا، بس يتوظف توظيف صحيح، بحيث ان يعني ايه برضه ما نسيبش الدنيا لغايه ما تجع منها. واخد بال حضرتك؟ كل الامور تبقى محدده. وبرضه ما زلت اكرر، اللي هيساعد في صندوق الكوارث دي في انه حتى لو حصلت كارثه تبقى بس حتى لو كانت يعني مناخية غير متوقعة، اللي هو إيه؟ وجود المرشد الزراعي مع الفلاح ده هيحد من الكارثة أساسا، هيحد من الكارثة كتير خالص. تمام. حاجة طبعا بالنسبة لل يعني الصندوق ده يبقى مثلا إيه يعني الكوارث دي يبقى في ممكن جراد ياكل الزرع مثلا، ممكن مبيدات حشري طبعا مع وجود المشرف ممكن يضر الزرع. في يعني مبيدات مسرطنه بتضر بتكتر نبتوتها في الزرع. فطبعا الصندوق المفروض يبقى على الفلازه الطيور وعلى الحمى الكلاعيه وعلى الزراعه. عشان برضه حتى لو يدفع نص الثمن للفلاح، فالفلاح النهارده بيكلف ايجار وعايزين تخفيض الايجار. النهارده الفدان بكام؟ ب 7000 جنيه. فشو بقى بياخد عزيق وسقيه ومش عارف ايه ميه. وصل لـ 8. وطبعا انا بشكر وزير الري الدكتور حسام مغازي.
لان كان عندي 51,000 فدان مزروع منهم 45,000 صبه خيار، والخيار دي لازم يشرب ايه يوميا. فطبعا عملوا انسداد شتوي وما قالوناش، فلحقت الموضوع وتوجهت لرئيس الوزراء ووزير الري، والراجل اتفضل مشكورا. كانت في محطه اسمها محطه المسنده بالعياط، فيها 6 وحدات، شغلنا 3 والميه بقت اخر حلاوه، والناس شربت والزرع شرب. واشكر هذا الوزير وبعتوا لي جواب بالشكر، لان انا قعدت مع 4 ايام اروح لوزير الري، واحنا بنشكره واشكر وزير الري وكيل وزير الري في الجيزه اللي هو الدقيق الاستاذ. بنشكر وجودكم، احنا بقى بنشكركم على التواصل معانا، وعلى طبعا رؤيتكم الشامله للمنظومه الزراعيه. طبعا انتوا اهل هذه المهنه، انتوا اصحاب العمليه كلها باكملها. يعني بنشكركم ايضا كمان على كل جهد وكل تعب كل انتوا بتعملوه في قلب الارض المصريه. ايه ده، دي اقتراح بالنسبه لمسح الاراضي الزراعيه، يا ريت توصلوه للسيد وزير الزراعه، وانا برضه هبقى اديله طلب. يبقى انت من ناحيه خلاص وانا من ناحيه. معانا اقتراح يا جماعه، هنوصله ان شاء الله لسياده الوزير دكتور صلاح هلال، وايضا كمان الحاج هاشم من ناحيته هو هيودي هذا للدكتور. وانا بشكره وبقول له انا هوصل ده لرئيس القناه، هو يوصل ماشي. لان انا وانا بشكر برضه وزير الزراعه واقول له للامام واخدم الفلاح واحده واحده، ونقول له الفلاح اصبر لحد ما ايه البلد ايه ربنا يصلح حالها يا رب وربنا ينصرها ان شاء الله. اخيره اتفضل سريعا، حاجه اخيره سريعه بالنسبه لموضوع المبيدات والتجاوي، يا ريت تكون في الجمعيات الزراعيه، لان التجار اللي بره دول هم بيكسبوا فيها. طب ما خلينا احنا انتاجيه ونبدا ننتبه للفلاح عن طريق الجمعيات الزراعيه، هيبقى افضل. تمام، لا ما حدش وقت خالص. بس دي بقى في كل حاجه بقى، تمام، بس الاراضي والتباوي. معلش عشان وقتنا، حاج فرج انت اديتهاني وانا هقراها وهوصلها ان شاء الله. حاج هاشم فرج رئيس اتحاد صغار المزارعين، طبعا كنت منورنا يا فندم، بشكرك دكتور. او ده خير دايما اقراه دكتور فالحلو. حاج ده خير حسن علي نائب رئيس اتحاد صغار المزارعين، نورتونا وشرفتونا. مشاهدينا الكرام، الحقيقة سعيدنا جدا بمتابعتكم أيضا لينا. انتظرونا بكرة إن شاء الله، حلقة جديدة وحصاد جديد بإذن الله. طبتم وطابت كل أوقاتكم، تصبحوا على خير.